وأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، عويمر بن زيد كما في المصنف عند ابن أبي شيبة عليكم السلام، يقول الشعر مزامير إبليس. سبحان الله، الشعر مزامير إبليس، يقصد به الشعر الماجن الذي يلهي عن إيش؟ يلهي عن ذكر الله تبارك وتعالى. وعن ابن عمرو، اسمع لهذا الكلام، يقول إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزفن. الزفن اللي هو الرقص، كان الحبشة يزفنون فين؟ في المسجد، يعني يرقصون بالحراب، والزمارات والمزاهر اللي هي العود، والكبارات أو قال الكنارات، وهي ماذا؟ وهي العيدان، الكنارات العيدان، والكبارات اللي هي إيش؟ الطبل. هذا كل حديث تدل على تحريم ذلك.